السلام عليكم، الله يسعد مساكم بكل خير. اليوم نتكلم عن الشيخ رحمه بن جابر الجلامة، شخصية فذة لعبت دور بارز في أحداث الخليج العربي في بدايات القرن التاسع عشر الميلادي، وكانت سيرتها شجاعة وقوة الباس، وشخصية رحمه فريدة من نوعها، وكانت حياتها حافلة بالأحداث. وعشان تتضح الصورة من خلال الأحداث اللي راح تطرق لها، الجلامة من العتوب حلفاً من جبلات بنت تغلب بن واينة سبل، وهم أبناء عم آل خليفة والصباح حكام البحرين والكويت. قد قال رحمه الجلامة: قد قال ابن كثم قبلي مثايل، على حينا والحر يرجع لوائله، تخرج بابرة المعادين سجد إلى شب منا تغلبين أوائله. ولد في الكويت عام 1170 هجري تقريبا، قبل نزوح الخليفة والجلامة إلى الزبارة في قطر عام 1187، يعني كان عمره حول 17 سنة تقريبا. نشأ رحمه بين جماعته الجلامة اللي كانوا ضلعين في أمور البحر، وكانوا يقودون هذا الجانب الحيوي من اقتصاد العتوب، لذلك تمكن من أن يكون قائد بحري فذ. واتسم رحمه بالشجاعة حتى أنه حوصل في إحدى معاركه في رست النورة، وحفر نفق تحت الأرض إلين طلع من الجهة الأخرى. قال عنه المؤرخ ابن بشر في كتاب عنوان مجد في تاريخ نجد: الشجاع المقاتل في البحر، وكان نادرة عصره بأسا وسطوة وشجاعة. وبدأت الأحداث في حياة رحمه الجلامة لما دخلوا العتوب إلى البحرين بقيادة أحمد الفاتح الخليفة، وكان الجلامة دور بارز في فتح البحرين. حسوا الجلامة بأن الخليفة هضموا حقهم في حق المشاركة في المكاسب السياسية، مما أدى لوقوع خلاف وحرب بين الخليفة والجلامة، وقتل فيها جابر الجلامة. ولما تولى رحمه الزعامة ما نسى ذبحة أبوه، ظل يحارب العتوب طول مسيرة حياته، وشكل هذا الخصام سيرة مفاصل حياة رحمه في عالم السياسة والحرب. بداية ظهور رحمه الجلامة وسطوته على ساحل الخليج العربي، كون له اسطول بحري مكون من 5000 بحار في منطقة قالها وكر الثعلب في خوير قطر. زادت قوة رحمه الجلامة بعد تحالفه مع حاكم الدولة السعودية الأولى الإمام سعود الكبير، وبنى قلعة الدمام، وهاجم بشراسة سفن العتوب والإنجليز. له قصيدة يفتخر فيها يوم بنى قلعة الدمام عام 1240 هجري، يقول فيها: بنيت لي قصر من الساج شامخ، سراياه من دهم الفرنجي سلايل، جربت أنا الدنيا صبي وشايب، على خوض بحر وهواجير قايلة، فلا كل مرة كبن ضايا صلى العدا، ولا من يشل السيف تمضي فعائلة. بعد سقوط الدولة السعودية الأولى وهدم الدرعية من قبل حملة إبراهيم باشا، قال رحمه برثيته في الدرعية: جزا الله بالخيرات عن نائمة دعونا بالتوحيد عن هوة الرد. بعد ما كبر وبلغ 70 من العمر، اضعفت قواه وفقد بصره، وتقلص أسطوله إلى سفينة واحدة، وأصبح معزول عن قبيلته. اضطر أنه يجمع 30 رجال ويبحربهم في سفينة إلى الدمام مقابل مبلغ من المال للقاء أعدائه في معركته الأخيرة. ثم وصل أمر مدفعيته بإطلاق مدافعها كتحية عسكرية له لاستفزاز الخليفة حكام البحرين، مما أثار غضبهم وأعلنوا الحرب. صارت بينهم حرب كبيرة وشرسة جدا، فلما اشتد الأمر على رحمه نادى أحد أبنائه، فرد عليه عبده المسمى طرار وقال له: ولدك يا عم مفقود. وطرار هذا فارس وشجاع وله بسيط، وقام الشيخ رحمه يزهمه ويبث فيه روح الحماس، ويذكره في الأبيات اللي كان يمدح فيها من عرض قصيدة طويلة: لي خلف شامس من الاد حامي، عبد على لازم عمامه يحامي، يقلط على الجاسي وجا الموت حامي، بمصقر الهندي عطيب الضريبة. ثم صار وجال العبد من دونه لين انفجر البارود في السفينة، وانتهت المعركة وفات رحمه وانتصار الخليفة. واسدل الستار على قصة رحمه الجلال: يا شاعر محين الشامسي، يا ليت بيتته كان مايات، يا ما وفعني من الدين مايات، أمسى غريق في بحور ومايات، شان خير من انت ولاه عدوان، بخلات المساكين يابر، مالي سوى صبري لحكمه ويابر، ضاقت علي حق موت ابن يابر، حتى لفاني خط بن صقر سلطان. بعد وفاة رحمه الجلامة أصبحت الدمام بلد مهجورة، ولا فيها لذاك القصر متداعى الأركان، إلين نزلوها الدواسر في عهد الملك عبد العزيز وعمروها. كان هذا موضوعنا لهذا اليوم اللي هو سيرة رحمه الجلامة، وأتمنى أن سيرته عجبتكم ولا تعرضاكم استحسانكم، وإن شاء الله لقاء آخر مع سيرة أو قصة أخرى، وفمان الله.